السلام عليكم ورحمة الله، أخباركم عاملين إيه؟ لا تنسونا بالاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس، وكذلك لمعرفة كل ما هو جديد اضغط إعجاب واكتب كومنت. هقدم لكم النهاردة العربية الميكروباص الفوتون الجديدة، وهنبدأ نشرح شكل العربية من بره ومن جوه. العربية زي ما حضراتكم شايفين جاية بفانوس منفصل، ادي زي ما حضرتكم واخد جنب اهو كامل، وشبكه نيكل، وادي علامه الفوتون الجميله بشكل الهرم المقلوب، وكذلك فوج لايت زي ما حضرتكم شايفين، الساحات ب2 حنفيه، وكذلك مرايه منكله. العربيه طبعا ازاز مانيوال زي ما حضراتكم شايفين، ادي شكل العداد فاصل الحراره عن البنزين، وكذلك ادي عداد العربيه 180 كيلو متر، ومنزل فيها كاسيت جميل حلو بلاك فوليوم، وكذلك قطعه من الابانوس، وادي العده بتاعتها كامله محتويات طفايه مثلث زي ما حضراتكم شايفين. العربية طبعا نازلة زي ما انتوا عارفين بالميكروباص بباب واحد من ناحية اليمين ركوب، هذه العلامة فوتون، وهذه علامة العربية فوتون فيو. زي ما حضراتكم شايفين مجهزة بالتكييف، ادي صف 2 3 4، العربية من الفئة الاقتصادية وسعرها منافس جدا. ولمزيد من التفاصيل يرجى ترك تعليق أو زيارة المعرض 30 شارع أحمد قراب المهندسين بجوار بيتك، معرض سيارات عبد الله. شكرا لكم ودعمكم، ونتمنى أنكم تشتركوا في القناة وتتابعونا أول بأول.